مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذه الحلقه من الصحافه اليوم وجوله صحفيه جديده نتناول فيها بالقراءه والتحليل اهم العناوين والاخبار الصادره اليوم في العدد الجديد لجريده روز اليوسف. ويسعدنا ان يصحبنا هنا في الاستوديو للتحليل والتعليق على الاخبار الاستاذ بشير عبد الرؤوف الكاتب الصحفي بروز اليوسف. اهلا بحضرتك معنا استاذ بشير. اهلا بك، اهلا وسهلا. حقيقه يعني عدد ثري جدا بموضوعات متنوعه، لكن خلينا نبتدي على طول، وهذه المتابعه لزياره المستشاره الالمانيه انجلا ميركل للقاهره اليوم ولمده يومين، وبنقرا هذه العناوين من الصفحة الأولى. خمسة ملفات تتصدر مباحثات السيسي وميركل. الرئيس لوزراء الصحة العرب حريصون على التضامن العربي وعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة. يعني أستاذ بشير، هذا الملف أو هذا التقرير المفصل بيتناول شقين. الشق الأول بيتحدث عن زيارة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إلى القاهرة اليوم زي ما قلنا، وأيضا الشق الثاني بيتحدث عن تقرير قدمه وزراء الصحة العرب بعد اجتماعهم من خلال الجامعة العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي ووثيقة إعلان القاهرة لصحة المرأة العربية. خلينا نبتدي أولا بالزيارة الألمانية إلى القاهرة وأهمية هذه الزيارة وأهم الملفات المطروحة للنقاش فيها. مصر من جديد، اهتمام آخر، صورة بتتغلغل فيها مصر إلى قلب العالم وإلى اهتمام القيادة السياسية والدوائر السياسية في جميع أنحاء العالم. هذا ما يتضح في تصريحات المتحدث بلسان رئيس الجمهورية أو بلسان رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشارة الألمانية أنجلا ميركل اليوم الخميس لبحث عدد من الملفات، وسوف يكون على رأسها المنظمات السياسية والمدنية الألمانية التي أوقف نشاطها بعد 2011 وموقفها الحالي من السياسة المصرية. وأعتقد أن كان هذا هو الاتجاه السائد في تلك الفترة وحتى الآن، لكي تراقب مصر وعن كثب كل ما يدور داخلها وكل أيدي تحاول أن تعبث بأمنها أو تحاول أن تتغلغل داخل المجتمع المصري بما لا يعين على الإطلاق أن يقوى هذا المجتمع، وهو ما كان على عكس كافة التوقعات وكافة المحاولات التي حاقت به خلال تلك الفترة. يمكن أيضا من الملفات المهمة الملف الاقتصادي، التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وألمانيا. وفي مجال التعاون الاقتصادي عندنا يعني طبعا ثلاث محطات كهرباء كبيرة جدا في مناطق مختلفة من الجمهورية سيتم افتتاحها في هذه الزيارة. بالفعل محطة في بني سويف وأسيوط وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، سوف تكون تلك المحطات هي محط أنظار الجميع لكي يجتمع فيها القيادة السياسة الألمانية والمصرية على يد واحدة لتعود الأهمية من جديد. وتؤكد الأيام أن ما قيل في 30 يونيو 2014 أن مصر ستكون بقدر الدنيا وها هو العالم الآن يعود من جديد ليؤكد ذلك لنفسه أن تلك هي مصر. صحيح، يعني كلنا بنتطلع لافتتاح هذه المحطات المهمة اللي ستوفر المزيد من الطاقة والكهرباء لمصر، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو بني سويف أو أيضا البرولوس في كفر الشيخ، وده بالتعاون طبعا مع شركة سيمنز الألمانية. وأكيد سيتم بحث أيضا الأمور المتعلقة ببعض الصراعات هنا في الدول العربية، سواء ليبيا أو مسألة الهجرة أو الأوضاع في القارة الإفريقية والنطاق الإقليمي أيضا في بلا جدال. أن الشرق الأوسط يكاد يكون هو المصدر لأي قلاقل يمكن أن تحدث لدول أوروبا، حيث أن المساحات المفتوحة وأيضا التلاحم الحدود عفوا غالبا ما يكون وسيلة لتصدير المهاجرين إلى تلك الدول التي تتسبب في أزمات بلا جدال تثير القلق داخل هذه الدول وتفرض نفسها مع مر الوقت، التي تحتاج بالفعل أن تتباحث هذه الملفات مع الدول التي يصدر منها المهاجرين، وهي أهم النقاط التي تواجه هذه الدول، حيث أنها تكون بمثابة عبء عليها وتحتاج إلى حل
في المنبع. صحيح. بنروح للشق الثاني وهو لقاء الرئيس أيضا بوزراء الصحة العرب وإعلان وثيقة القاهرة لدعم صحة المرأة العربية بعد اجتماع وزراء الصحة العرب، ويعني هذا الاجتماع والاهتمام بصحة المرأة العربية يأتي أيضا بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 هو عام المرأة المصرية. صحيح. إذا كان الحديث مع وزراء الصحة العرب حول وثيقة المرأة الجديدة، وثيقة القاهرة للمرأة العربية، إلا أن الأمر في محتواه كان أمراً آخر. رسائل محددة قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزراء الصحة العرب، لأنهم في هذه الحالة بمثابة سفراء لبلادهم في مصر، ينقلون الصورة الكاملة لبلادهم، وأن مصر لا تتدخل على الإطلاق في أي أمور سياسية ترتبط بدول الأشقاء على الإطلاق، إلا فيما يخص أن يكون هناك تهدئة لأي صراعات. صحيح. داخل هذه الدول، وأنه لا دخل لمصر فيها، وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة على الإطلاق عربية. من صحيح. أجل ترجيح كفة على حساب كفة أخرى. إلا أنه طالب وزراء الصحة العرب بأن تكون وثيقة القاهرة للمرأة العربية بمثابة اهتمام حقيقي وتدخل حيز التنفيذ. صحيح. للوصول للمرأة العربية وللأسرة المصرية للمستوى الذي يسعى إليه مثل هذا الاجتماع. لا يكون مجرد اجتماعات ومجرد حديث عن وثائق فقط، بل يجب أن يدخل حيز التنفيذ. صحيح. وأنه أكيد يعني الاهتمام بهذا الملف صحة المرأة العربية سينعكس على المجتمع بأسره، كيان الأسرة. الأسرة. صحيح. في العالم كله ينبثق من المرأة. صحيح. هي كيان الأسرة. إلى الصفحة الرابعة وملف مكافحة الإرهاب، ولكن من وجهة نظر مجلس النواب بنقرأ هذه العناوين من الصفحة الرابعة. البرلمان يدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب بسيناء. نواب يشيدون بحديث السيسي عن العريش خلال الدورة الثانية لشباب البرنامج الرئاسي. يعني أستاذ بشير، طبعا تابعنا في الفترة الماضية أزمة أهالي العريش وانتقالهم إلى بعض محافظات القناة سواء الإسماعيلية أو بورسعيد، ويعني ما حاول البعض من خلال هذا الموقف إثارته من فتنة واستغلال وترويج لأخبار كاذبة، فكيف أيضا ينظر البرلمان لهذه الأزمة وكيف يدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب؟ البرلمان أوضح وأقر وكرر ورسم صورة للواقع في سيناء وما يمر به أهل سيناء وأين الحقيقة، وأيضا غلق كافة الأبواب في وجه المحرضين ومن يقوموا باستغلال الأحداث في ترويج شائعات، بل ورسم صورة بخيالاتهم وما يخدم أهدافهم الدنيئة التي تحاول أن تنال من مصر. البرلمان كرر ما قاله الرئيس في خطابه. صحيح. أن أحداث العريش والهجرة التي كانت لبعض الأسر لم تكن للمسيحيين فقط إطلاقا، بل كانت برغبة آخرين، ولكن هناك استغلال، ليس بالشرط أن يعلم جميع سكان المحافظات ما يدور والمهاجرين من محافظة واحدة، هذا أمر طبيعي، ولكن عندما كان هناك عدد من المسيحيين استغلته قوى الشر وقوى الظلام والقنوات المحرضة ضد مصر والتي تحاول أن ترسم فتن لا وجود لها، أن تستغل هذه الأحداث في تصوير ما يريدون تصويره ونقله للعالم، وهذا كان على عكس الحقيقة، ولقد كانت الحقيقة كاملة كما هي، بدليل أنه لم يتم إخفاء الأمر وكان الأمر بشفافية كاملة، وتناقل أخبار المهاجرين وتنقلهم إلى المحافظات بشفافية كاملة جدا، دون أن يكون أي إخفاء لأخبارهم على الإطلاق، بل كان وضوح الشمس للجميع. وأعتقد أن هذا في حد ذاته هو أفضل رد على كل المحاولات التي حاولت أن تنال من مصر. صحيح. وتعاملت الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها المختلفة بالفعل. مع الشعب المصري نفسه كمان.
يعني وزارة الصحة وزارة التضامن بالفعل القائمين على العمل، القائمين على العمل كانوا بيتعاملوا مع الأمر بمواطنة صحيح. مواطنين وليسوا موظفين صحيح. ويعني في النهاية هو نقل لأهالي العريش ليس فقط مسيحيين ولكن من ضمنهم أيضا مسلمين، وهذا بالفعل. طبعا حفاظا على سلامتهم لوجودهم في مناطق خطرة في العريش. أحب أضيف كمان أن الرئيس أكد أنه إذا كانت أحداث العريش قد طالت إلى حد ما، إلا أنه أكد أن الجيش قادر على اجتثاث جذور الإرهاب تماما من سيناء، ولكن كانت هناك أفضلية للقوات المسلحة أن تبقى الأمور على ما هي عليه، ومحاولة وأد الإرهاب واجتثاث جذوره دون أن يكون هناك تهجير لأي دون إجلاء السكان العريش بالكامل كما يقترح البعض يعني. بل أنهم يؤكدون دائما أنهم يحاولون أن يفتادوا الجميع في ظل العمليات العسكرية التي تتم هناك. صحيح. وهنا أيضا نشير إلى دور البرلمان اللي بيأكد عدد كبير من نوابه على دورهم في ضرورة تعديل بعض التشريعات لمواجهة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية، تغليظ يعني عقوبتها. العقوبات. صحيح. وأيضا لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تتابع موقف أهالي العريش عن قرب وما يحتاجونه وتطورات هو هذا موقف الموقف. وطني قبل صحيح. أن يكون موقف رسمي. ودائما ما يقف المصريون بجانب بعضهم البعض عندما تكون هناك أزمة، وهذا هو المصري. صحيح. بنروح للصفحة الثانية وملف مهم جدا وبيتعلق بالمواطنين بشكل مباشر، وهو السلع التموينية والأسعار، وهذه التصريحات لوزير التموين دكتور علي المصلحي. بنقرأ هذه العناوين: وزير التموين لن نطبق التسعيرة الجبرية، مصلحي طرح 75 ألف طن أرز هندي على بطاقات التموين بسعر 6.5 جنيهات للكيلو ومهلة شهرين لاستبعاد المسافرين الخارج والمتوفين من البطاقات. يعني عدد أيضا من الشائعات تم تداولها في الفترة الأخيرة حول السلع التموينية والأسعار بشكل عام، وهنا وزير التموين دكتور علي المصلحي بيتحدث مباشرة إلى المواطنين عن تصحيح هذه الأخبار والجديد في السلع الاستراتيجية التي يتم توفيرها في هذه الفترة. تكاد تكون تهدئة للمواطن المصري بكافة فئاته. الجميع يسعى الآن للحصول على بطاقة التموين في ظل الأسعار، وليس فقط بل لجوء بعض التجار إلى إخفاء بعض السلع أحيانا أو عدم وجودها في بعض الأوقات. كانت هناك تساؤلات لدى المواطن للحصول على الأرز مع بطاقة التموين كما كان يتم سابقا، وتلك هي بشرى قدمها وزير التموين أنه سوف يكون هناك أرز تمويني بسعر 650 قرشا لكيلو الأرز بانخفاض جنيه عن مثيلاته في المجمعات، ليتم تقديمه مع السكر والزيت على بطاقة التموين، وده شيء جيد جدا في هذه المرحلة. بالإضافة إلى أن وزير التموين أكد أن هناك 235 ألف طن قمح روسي تم التعاقد عليهم، بالإضافة إلى 120 من أوكرانيا وفرنسا ورومانيا. وأكد أنه يتم استيراد الأقماح من جميع دول العالم مع فحصهم وتطبيق كافة الاشتراطات قبل دخولهم البلاد. صحيح. نعود مرة أخرى للتموين. الأمر يحتاج من خلال يعني تنظيم مسألة على أرض الدعم الوقت. صحيح. نحتاج ليس فقط تنظيم مسألة الدعم، ولكن هناك مشاكل في بطاقات التموين تواجه وزارات التموين وتواجه المواطنين، تحتاج إلى بحث آلية مع القائمين على منظومة الكارت الذكي لحل هذه المشاكل. المشاكل متعددة، منها ما هو فردي ومنها ما هو جماعي، وأشكال غريبة، بطاقات توقف بدون أسباب، بطاقات تقسم، بطاقات مر عليها ثلاث سنوات ولم يتم صرفها حتى الآن، أسر تم فصلها عن العائلة ولم يتم صرفها حتى الآن. إشكالية كبيرة تواجه وزير التموين، تحتاج إلى تحديث منظومة الكارت الذكي للوقوف على حل كل هذه المشاكل، وليس
حل كل مشكلة على حدة. صحيح. وزير التموين أيضا دكتور علي المصالحي أكد على أنه لا مجال لعودة التسعيرة الجبرية، ولكن ده لا يعني أنه وزارة التموين هتترك الأسعار لحالة فوضى بلا جدال. وهذا كان هو أول تصريح له، أنه لن يترك الأسعار بفوضويتها، وأنه سوف تكون هناك مواجهة لحالة الفوضى في الأسعار، في التفاوت بين في سعر السلعة الواحدة بين تاجر وآخر، والسلعة الواحدة بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة. ولكن قبل يومين اجتمع وزير التموين بكبار التجار لبحث آليات خفض السلع، وخاصة أنه ليس هناك مبررات في ظل انخفاض سعر الدولار عن سابقه. صحيح. وأيضا هناك منتجات محلية، الأمر لا يحتاج إطلاقا إلى أن يكون هناك ارتباط بسعر الدولار وبالسوق العالمي، ولكن قد يكاد يكون جهل من بعض التجار أو استغلال مسمى ارتفاع سعر الدولار لدى البائع لكي يوهم المشتري بأن هناك أزمة في سعر الدولار. صحيح. وهنا أكد الوزير بالفعل على أنه مباحث التموين بتقوم بدور كبير في الرقابة وضبط المخالفات، وأنه مثلا السلع زي الأرز والسكر تم ضبط حوالي 25 ألف طن كان بيتم حجبها أو يعني بيعها في السوق السوداء، وهنا بتتواصل جهود وزارة التموين. وأنا عاوز ألفت الانتباه لحاجة مهمة جدا، أنه في ظل هذه الكميات التي يتم ضبطها لن يجري التجار ما يتاجرون به خلال أيام بعد أن أصبح جهاز الخدمة الوطنية يقدم السلع المدعمة، وزارة الزراعة، وزارة التموين، وأيضا وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تحيا مصر، وكثير من المستثمرين شاركوا الآن في عمليات بيع السلع المخفضة للمواطنين، وأصبحت بشكل كبير جدا في كافة الميادين وفي كافة الشوارع. لم يعد المواطن في حاجة إلى التكالب على السلعة، بل أن التاجر الذي قام بتجميع بضائع وسلع وقام بتخزينها لن يجد طريقة لترويجها في ظل انخفاض الأسعار في المجمعات وفي منافذ البيع لجهات الدولة المختلفة بمقارنتها بالأسعار الذي يطمح أن يبيع بها استغلالا لظروف الوطن. صحيح. وفي ظل الرقابة الشديدة التي تعمل على ضبط هذه الكميات الهائلة. ما زلنا في الصفحة الثانية، ومن ملف التموين إلى ملف مهم أيضا وهو ملف التعليم، وبنقرأ هذه العناوين. التعليم تنفي إلغاء الصف السادس الابتدائي أو الثانوية العامة، مطالبات لوزير التعليم بحل أزمة تعيين المعلمين المساعدين. يعني أيضا ترددت شائعات مؤخرا حول إلغاء الصف السادس الابتدائي أو نظام الثانوية العامة، وهنا ترد هذه التصريحات من وزارة التربية والتعليم على هذه الشائعات وتصححها، فما هي الحقيقة حول هذه الأمور؟ هو دائما ما نقول أن لكل شائعة جزء من حقيقة. ما نفته وزارة التربية والتعليم هو بالفعل أنه لا إلغاء لا للثانوية العامة ولا للسادس الابتدائي، ولكن كان هناك اجتماع مع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم، وطالب بعض أولياء الأمور بعدد كبير من المطالب، وكان من بينها إلغاء الثانوية العامة وإلغاء الصف السادس الابتدائي. تم رفض عدد كبير جدا من هذه المطالب، وتمت الموافقة على بعض منها، وكان هذه المطلبين من بين المطالب التي لم تتم الموافقة عليها. ومن هنا كانت هناك نبتة لشائعة، مجرد اقتراح أو مجرد طلب حوله البعض إلى أنه أصبح قرار وموافقة. أيضا يعني وزير التربية والتعليم من خلال هذا الخبر بنعرف من تفاصيله أنه كرم مجموعة من المتفوقين في مدرسة المتفوقين والبحث العلمي والتكنولوجيا بمحافظة أسيوط، ويعني أكد طبعا على أهمية هذه المدارس، مدارس المتفوقين، في أنها تكون أساس لتطوير التعليم في مصر في هذه الفترة. ضرب أبناء أسيوط مثالا في التفوق من خلال مدرسة المتفوقين، حيث كرم الوزير ومنح شهادة التقدير لمدير مديرية التربية والتعليم في أسيوط، وأيضا مدير المدرسة للتفوق العلمي لأبناء هذه المدرسة. وأعتقد أن ده في حد ذاته يكون وسيلة لكي يكون هؤلاء الطلاب نبراسا لزملائهم، ووسيلة لكي يتشجع زملائهم أيضا سواء في هذه المدرسة أو في مدارس أخرى. وقد رأينا في عام 2016 كان هناك كم كبير وعدد كبير
من المخترعين وكلهم من مدارس بسيطة ومن مدارس حكومية، ولم يصلوا إلى حتى الثانوية العامة، ولكن كانوا كلهم في صفوف النقل. وأعتقد أن هذه الخطوة قد لابد أن تشجع بالفعل البحث العلمي في مصر، وأن الطلاب لابد أن يعلموا أن العلم هو وسيلتهم للنجاح. صحيح. وأن بالعلم ترقى الأمم بالفعل. صحيح. وبنتمنى بالفعل التوسع في هذه المدارس على مستوى الجمهورية، مدارس المتفوقين، لأن تكون نواة لتطوير التعليم بشكل عام في مصر. إلى الصفحة السادسة، وملف مهم أيضا وهو الملف الاقتصادي، وبنقرأ هذه العناوين: الحكومة تتفاوض مع البنك الدولي للحصول على 150 مليون دولار لتنمية مشروعات البنية الأساسية قبيل التعليم والصحة والبيئة والطرق على رأس المشروعات. يعني هذا القرض أستاذ بشير كيف يعمل على تنمية هذه القطاعات، التعليم والصحة والبيئة والطرق، ويعني مشروعات البنية الأساسية بشكل عام في مصر؟ تتسابق الوزارات في الوقت الحالي لأن تتفاوض مع كل من يمكن التفاوض معه، سواء كان على مستوى القروض أو على مستوى توقيع البروتوكولات أو المنح التي يمكن أن تأتي بثمارها الناجحة على الوطن والمواطن، حتى وإن كان على المستوى البعيد، ولكنها تكون نبتة للفترة القادمة، والتي لا يمكن على الإطلاق إغفال المجتمع المدني فيها، والذي كان غالبا ما يكون عبئا على الدولة في الحصول على المنح، بل أصبح الآن هو متداخل في كافة المنح والقروض التي تقدم لمصر، ليقوم بدوره الذي كان يحصل من خلاله على الدعم والأموال التي توجه إلى طرق لا تخدم المواطن بشكل مباشر، إلا أن كافة الخدمات التي تسعى الحكومة لتقديمها حاليا أصبحت بتترجم في صورة منح أو قروض مع البنك الدولي، والذي هو دائما ما يكون ملاذ الحكومة والحكومات المتعاقبة وكافة الدول في ذلك، وهذا من خلال تصريحات وزير التجارة والصناعة دكتور طارق قبيل، الذي سوف نرى خلال الفترة القادمة أو نجني ثمار هذا القرض من خلال تلك الخدمات التي لابد أن تكون على أرض الواقع، ومن الصعب أن نسبق الحديث عنها إلا أن تتحول إلى واقع. صحيح. ويعني ده مش مهم بس مشروعات البنية الأساسية مش مهمة فقط للمواطنين المصريين، ولكنها خطوة وأساس لتنمية الاستثمارات في مختلف المحافظات. يعني لا يمكن أن يحدث ذلك مثلا بدون طرق ممهدة وخدمات ومرافق متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية. الطرق والمحاور المرورية هي صورة من صور الحضارة في كافة الدول، وإذا كان هناك ربط في الطرق بين المحافظات بعضها البعض، هذا يفتح أفاقا جديدة في كافة المجالات، بل أنه صورة من صور نقل الحضارة، تسهيل التنقل بين العواصم، ده في حد ذاته يذيب الثقافات، بل يحقق جودة عند الشباب وعند المواطن، وتحقيق آمال لديهم في تحقيق طموحاتهم. صحيح. يعني بنتمنى أن تنعكس قريبا هذه المبالغ القروض على الملفات الأساسية زي ما بيقولوا، خبر التعليم والصحة والبنية، وهي أهم شيء في حياة المواطن، التعليم والصحة. أكيد. هنا مشاهدينا بنصل إلى ختام هذه الجولة في العدد الجديد لجريدة روز اليوسف. شكرا لضيف هذه الحلقة الأستاذ بشير عبد الرؤوف الكاتب الصحفي بالجريدة، شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.